بسم الله، هنكمل باقي محاضراتنا في السيسن ايه المتين 301. هنكمل بكلامنا اللي احنا بدناه في المحاضرة اللي فاتت عن الاكسس ليست. هنتكلم النهاردة على الاكسس كنترول ليست. هنتكلم بعد في الاكستندد اكسس ليست. اكستندد اكسس ليست، خلي بالك ان الاكستندد اكسس ليست دي يمكن اكتر واحده مستخدمه. ليه بقى اكتر واحده مستخدمه؟ اشمعنى يعني اشمعنى مستخدمه عن الستاندر؟ علشان الاكستندد زي ما قلت لحضرتك ان هي تقدر تقفل بيها بروتوكول واحد او بورت واحد بس، يعني هي سلسه او مرنه معانا يعني، ودي اكثر استخداما طبعا زي ما قلت لك يعني. طيب زي ما قلت لك في المحاضره اللي فاتت، قلت لك ان الستاندرد يا اما بتقفل كل حاجه يا اما بتسمح بكل حاجه. ما بقدرش اخليها تقفل لي بورت معين او بروتوكول معين او حاجه معينه، لا، هي يا اما تقفل لي كل حاجه مره واحده يا اما تفتح لي كل حاجه مره واحده. في ملاحظه، احنا كنا عارفين ان الاو اس اي لايرز، ان انا عندي في الاو اس اي لايرز في اللاير رقم 4 اللي هي الترانسبورت لاير، احنا اتفقنا مع بعض ان الداتا اما بتروح للترانسبورت لاير بتتحول لسيجمنتيشن، صح كده؟ والسيجمنتيشن دي بتتقطع لسيجمنت، والداتا بتروح من السورس للديستنيشن سواء تي سي بي او يو دي بي. الكلام ده كله اللي احنا اتكلمنا عنه في الفاندمنتال. بعد كده بتروح للنتورك لاير بتاخد السورس اي بي والديستنيشن اي بي. الاكستندد اكسس ليست فيها مرونه شويه عن الستاندر. انا هنا بمنع بورت معين او بروتوكول معين، وهنا بسمح الهوست الفلاني ان هو يكلم الهوست الفلاني. الهوست معناه جهاز الكمبيوتر يعني. يعني انا بقول له كده مثلا، وليكن بقول له كده اكسس ليست، زي ما قلت لك من 100 ل 199. بقول له هنا بيرميت، اسمح لي بهوست. طبعا هنا قبل ما تكتب الهوست، في بتكتب حاجه هنا بقى، البروتوكول اللي انت هتسمحه للراجل ده هو تي سي بي او يو دي بي. اما احنا خدنا في الترانسبورت لاير، قلت لك ان انت حضرتك هتسمح ان هو يعدي فويس، يعدي فيديوهات، دول يا اما يو دي بي. طب لو هيعدي داتا يبقى في الحاله دي هيعدي تي سي بي. بعد كده هتروح تقول له هوست، الهوست الفلاني اللي هو وليكن مثلا 10.0.0.3، وليكن الهوست ده ان هو يروح يكلم الهوست اللي هو 192.168.100.100. ده المثال اللي احنا اتكلمنا عنه، ماشي. طيب لازم احدد، لازم حضرتك زي ما قلت لك هتحدد هنا سواء بقى تي سي بي او ولا يو دي بي. يعني لو انت هتقفل عليه مثلا التصفح، يبقى انت في الحاله دي حضرتك هتقول له تي سي بي. طيب انا عايز في ال 192.168 ده، في ال 10.0.0.3 ده ما يكلمش 10.0.0.2. يبقى لو كتبت في المربع بتاعي ده او في الجزء ده اي بي، يعني بشكل نهائي. يعني انا بدل ما بكتب له تي سي بي او اي او يو دي بي، حضرتك لو انت كتبت له هنا اي بي، يبقى انت كده هتقفله لي بضبه مفتاح زي ما بيقولوا يعني. طيب لو لاحظت في الاو اس اي لاير سواء في التي سي بي او اليو دي بي، بتعامل مع كل الترافيك. انا بتعامل مع كل الترافيك. اما حضرتك بتكتب الاي بي، انت كده بتكتب بتسمح عليه بكل حاجه. يعني لو كتبت تي سي بي يعني امنع 10.0.0.2
ان يتعامل مع 10.0.0.3 مع اي ابلكيشن. يعني انا لو قلت له كده ان تمنع فلان الاي بي ده هو ان هو يكلم الفلان ده، ان هو تمنعه ان هو يتعامل معاه باي ابلكيشن، ما يشوفش معاه اي ابلكيشن. طيب شغال بقى تي سي بي ولا هتخليه يو دي بي في الحالة دي؟ بقى انت هتخليه تي سي بي وتخليه يو دي بي، يبقى انت في الحالة دي ولا هيتعامل معاه في اي شيء خالص. طيب لو كتبت بقى يو دي بي، يبقى بتمنع اليو دي بي باكت بس. يعني انت مثلا تصفح شغال، بتفتح ويب سايت شغال، بتعمل اي حاجة شغال، ما عدا ان انت بتشوف حد فيديو او بتكلم حد مثلا على زوم او بتعمل اي حاجة من الحاجات دي، كل الحاجات دي او كل الباكت دي كلها مقفولة. اسمح. طيب لو انا عايز امنع الباكت التي سي بي او اليو دي بي، بكتب الاي بي بقول له كده اكسس ليست، واكتب الاكسس ليست بيرميت، بكتب له هنا بدل يو دي بي هكتب له هنا يو دي بي، ان هو يتعامل مثلا ايه لو انت عايز تقفل شبكه كامله. يبقى انت في الحاله دي حضرتك مش هتكتب هوست، هتشيل كلمه الهوست دي وهتكتب هنا كده، هتقول له زيرو وهتكتب له الوايت كارد ماسك 0 0 0 255 ولكن على 24، ان هو يتعامل مع الهوست الفلاني. يعني هتمنع الشبكه دي باكملها ان هي مثلا تطلع انترنت. خلي بالك انت السطر كده مخلص، انت في الاخر بتقول له ايكوال 80 ده اللي هو ايه، بورت الاتش تي تي بي. طب لو انا عايز اقفل عليه اتش تي تي بي اس، يا اما حضرتك بتكتب له 443 او تكتب له كده اتش تي تي بي اس، يا اما بتكتب له اسم البروتوكول او تكتب له رقم البورت، يا اما ده يا اما ده عشان يقدر يقفله لك خالص. او بتكتب له لو انت عندك ابلكيشن معين بيشتغل ببورت معين لازم، وانت مش عارف اسم الابلكيشن ده بيشتغل على بروتوكول ايه، بتكتب له رقم البورت. يعني مثلا وليكن يعني انت بتشتغل على اي ار بي سيستم، والاي ار بي ده واخد بورت مثلا 8080 او واخد 3 4 3 او واخد 7070، ففي الحاله دي انت بتقول له ايكوال 7070، يعني انت هتتعامل مع البورت رقم 7070. لازم بتكتب له رقم البورت اللي انت هتسمح بيه او البورت اللي انت هتمنعه. مثال تاني، لو انا هقول له مثلا ايه اكسس ليست رقمها مثلا 100، هقول له بيرميت يو تي سي بي ان هو يتعامل مع الشبكه مثلا، ونلاكن بدل 10 خليها 11 مع الهوست الفلاني، هتقول له هوست وتكتب له الاي بي بتاع الهوست، انه يتعامل مع مثلا ان هو ما يفتحش مثلا ايه اللي هو الريموت اللي هو التيل نت رقم 23 كده، هتقفل له بورت رقم 23. يعني لما يحب يدخل ريموتلي على الراوتر بتاعي مش عارف يدخل ريموتلي على الراوتر. طيب انا لو عايز اسمح للشبكه مثلا 192.168.100.101 انها تعمل تلنت على الراوتر اللي هو اي بي هو 11.0.0.1 مثلا او 0.0.2 مثلا ده جهازي، فانت في الحاله دي هتعمل له ايه؟ تقول له ايكوال 23، هتقول له كده اكسس ليست رقمها كذا 100 بيرميت تي سي بي. طبعا خلي بالك التلنت بيشتغل تي سي بي وبيشتغل يو دي بي، هتقول له طبعا تي سي بي وتكتب له الاي بي بتاعك الهوست مثلا 10.10.0.10.0.2، طبعا هتقول له انه يتعامل مع الهوست كذا بالبروتوكول كذا. لازم حضرتك ان انت تكون عارف البروتوكولات بتاعتك، يعني تكون عارف البروتوكول بالاي بي بتاعه. يعني مثلا تكون عارف اتش تي تي بي ده بيشتغل ببورت رقم 80، الاتش تي تي بي اس بيشتغل ببورت 443، الدي ان اس بيشتغل ببورت 53. اهم حاجه تكون حضرتك عارف البورتات بتاعتك، ده 80 ده 443
الدي ان اس بيشتغل ببورت رقم 53، التيل نت، هنتكلم عن التيل نت المحاضرة الجاية ان شاء الله يعني، ده بيشتغل بورت 23، الاف تي بي بيشتغل على بورت 2021، ده وده. مثلا عندك بروتوكول مثلا زي الاس ام تي بي، ده بيشتغل على بورت مثلا 25، طبعا هو ليه اكتر من بورت يعني. البوب مثلا، عندنا حاجات كتيرة يعني، عندنا بروتوكولات كتيرة حضرتك لازم تكون عارف ارقام الارقام بتاعتها يعني. طبعا انت في غنى عن كده يعني. يعني انا مثلا ممكن اجي هنا على البراوزر بتاعي، وانا قلت لكم كده قبل كده، لو قلت له كده بورت نمبر، انا عايز اعرف البورت نمبر بالبروتوكولات بتاعتي اهو. تعرف ادي ارقام البورتات اهي، اهي فايل ترانسفير بروتوكول 2021 22 اس اس اتش سكيور شيل 23 انترنت 25 اس ام تي بي 53 دي ان اس 67 و68 ده الدي اتش بي 80 ده اتش تي تي بي 110 ده البوست اوفيس بروتوكول اللي هو بوب 3 119 ده مثلا ان ان تي بي 134 ده الاي ماب 443 اتش تي تي بي اس. حضرتك لازم تكون عارف على الاقل مثلا نص، يعني نص البورتات بتاعتك دي اللي هي من اقل من زي من زيرو لحد 1024، حتى تكون عارف في اول جزء فيها اللي هو المهم بالنسبه لنا في الشغل بتاعك، عشان على اساسه انت مش هتنفع تشتغل على الاكسس ليست او عامه على الفاير رول. خلي بالكوا الكلام ده كونسبت واحد، سواء اشتغلت على فورتي جيت، اشتغلت على صوفوس، اشتغلت على بالو التو، اشتغلت على امريكا اسمها ده ميركاتو، شغلت على اي فاير وول، هو الكونسبت واحد، يعني انت كله بتشتغل على البورت. لازم عشان تقدر تفتح او تقفل على حد تكون عارف ارقام البورتات بتاعتك. طيب لو انا عندي مثلا عايز اعمل ايه؟ عايز تقفل شبكه ان هي تتعامل مع شبكه. فانت في الحاله دي هتقول له ايه؟ هتقول له اكسس ليست ديناي تي سي بي او اي بي، بقى هنا بقى هتقول له اي بي. ان الشبكة مثلا وليكن 11 هتتعامل، مش هتكتب هوست بقى، هتشيل كلمة هوست دي وهتكتب له الشبكة التانية كلها. يعني مثلا ايه 192 168 0 الوايت كارد ماسك بتاعتها 255 ايكوال، هتقول مثلا ان الشبكة دي ما تطلعش انترنت، يبقى انت مثلا دي ان اس. خلي بالك الدي ان اس بتاعك ده لو انت قفلته مفيش حد يطلع انترنت نهائيا نهائيا خالص. طب لو عايز اقفل البنج، لو انا عايز اقفل البنج على حد، ففي الحاله دي انت بتقول له ايه؟ يعني انا عايز اقفل البنج بس والتصفح هيكون شغال عادي خالص مفيش ادنى مشكله. فانا هنا بقول له ايه؟ اكسس ليست، هتقول له بقى ايه؟ اي رقم اللي هو من واحد من 100 ل 199 هتقول له ديناي، تمام كده؟ هتقول له ايه؟ ديناي. ديناي بقى تكتب له البروتوكول بتاع اللي هو اسمه اي سي ام بي، هتكتب بروتوكول اللي هو خارج منه امر البنج، ماشي كده؟ هتقفل ايه؟ جهاز ولا هتقفل شبكه؟ لو هتقفل جهاز هتقول له هوست، لو هتقفل شبكه ففي الحاله دي هتقول له مثلا ايه؟ 10 0 0 0 سب نفاسك بتاعتي 0 0 0 0 255، تمام كده؟ هتقول له ان هي تبنج على الهوست اللي هو 192 168 100 100. يبقى انا هقول له ايه عشان تقرا السطر كويس، عشان لازم تكون تعرف تقرا الاكسس ليست. هتقول له انا عندي اكسس ليست هي ديناي، انا هشتغل فيها بروتوكول الاي سي ام بي، ان هي تبقى الشبكه اللي هي اي بي هكذا ما تروحش تبنج على الهوست اللي هو اي بي وكذا، وتقول له كده ايكوال، مش هتقول له ايكوال، هتقول له ايكو، هتقول له كده ايكو،
ايكو اللي هو اللي هو الامر بتاع البنج. خلي بالكوا البنج زي ما قلت لكم قبل كده في محاضره قبل كده سابقه، ان البنج ده مش امر، هو مش بروتوكول، هو امر بالنسبه لي، هو امر. تمام كده؟ زي ما قلت لك ان انا مثلا عايز اقفل ان الشبكه مثلا دي كلها، اما تيجي تروح تخرج تكلم الشبكه دي، ما تكلم مثلا ايه، ما تيجي تكلمها، ما تيجي عايز الشبكه دي، ما تيجي تكلم دي، تكلمها مثلا اتش تي تي بي، او تكلمها على بورت 80. تكلمها على بورت 80 زي ما قلت لك كده. طيب لو انا عايز اقفل على الناس مثلا، او على اي بي معين، ان هو ما يفتحش مثلا يفتحش جوجل، ما يفتحش جوجل، ففي الحاله دي اقول له ايه؟ هقول له اكسس ليست، اكسس داش ليست، الاي بي اللي هو وليكن 10. طبعا هتقول له هنا ايه؟ طبعا رقم الاكسس ليست. هتقول له ديناي. هتقول له طبعا ايه هنا اي بي عشان هتقفل شبكه كامله، وليكن كام؟ 192 168 6 8 100 0. هتقول له بقى 0 0 0 255 الشبكه كلها. هوست 4 8 4 8 ده الاي بي بتاع جوجل، ان انت تقول ده ما طلعش جوجل. ايكوال 80، هتقول له مره ايكوال 80 ومره ايكوال 4 4 3. يبقى انت في الحاله دي ان انا بقول له ايه؟ الشبكه، انت امنع لي الشبكه دي كلها ان هي ما تيجي تروح تكلم جوجل سواء على بورت 80 او 4 4 3، ما تطلعش، ما تطلعش نهائيا. او كمان تاني لو انت عايز تقفلها بضبه مفتاح 53 53، يبقى اصبح ان انت الجماعه دول مش هينفعوا يطلعوا نهائيا، مش هينفع يطلع خالص، مش عارف يكلم حد. ماشي كده؟ يبقى انا بقى تقول له اكسس ليست. اهم حاجه انا كده عملت السطور بتاعتي، ولو انا عايز اعدل هدخل اعدل زي ما انا عايز. اهم حاجه في الاخر هتقول له كده اكسس داش ليست، اي الرقم بتاعها، هتقول له بيرمت اني اي حد غير دول طلعه على الانترنت عادي. طبعا مش هتشتغل الا لازم تروح تقول له انترفيس فاست 0 على 0 مثلا، هتروح تقول له كده اي بي اكسس جروب، وتدي له رقمها مثلا وليكن 100، سواء هتعملها ان اور اوت. طبعا هي مش هتشتغل الا كده، مش هتشتغل الا كده. تمام كده؟ طب تعالى ناخد كده مثال عملي على الاكسس ليست دي. عايزين بقى نكبر، نعمل كذا راوتر، وليكن هنا مثلا ادي راوتر اهو، وادي راوتر هنا، ادي راوتر اهو، وادي راوتر تالت عشان نحط كذا شبكه، وهنجيب كده شويه سويتشات. هنجيب كده هنا سويتش، هنا هنا سويتش، ادي سويتش، ادي سويتش، ادي سويتش، عشان نطلع شبكة من هنا. حط سويتش تاني مفيش مشكلة هنا تاني، مش كده؟ هنجي نقفل الراوتر دي ونحط لها بوكات. ادي اوكاية، ادي اوكي، شغل الراوتر. هنيجي هنا نحط هنا اوكي،
اوكي تاني هنشغل الراوتر، هنعمل هنا نفس الكلام، هنطفي الراوتر. ادي نفس الكلام، هنيجي نشغل الراوتر، احنا مشغلنوش، هنربط بقى، هنحط طبعا اجهزة كمبيوتر يعني. هنربط بقى، كده ادي ايه. طبعا احنا هنا نحط بقى تي انت، نحط سيرفر، سيرفر اهو، وليكن ده ايه الانترنت بتاعي، وليكن السيرفر ده هو سيرفر الانترنت بتاعي، وهنحطه هنا على الانترفيس دي، هنيجي نحطه هنا فاست، هنا مفيش فاستات تاني، هنحط هنا وكاية، نطفي الراوتر، لا دي مش فاست دي. ناخد دي ماشي، هنحطها هنا، او ممكن نلغي حاجة يعني، ممكن نقفل الشبكة دي كلها، نقفل الشبكة دي نطيرها كده، ونخلي هنا الراوتر بتاعنا، السيرفر بتاعنا يعني، الانترفيس دي مش لازم يعني. الشبكة كده كبيرة أصلا يعني. هنحط هنا كده الراوتر السيرفر بتاعنا ده، طبعا ده كابل كروس، هنحطه هنا على فاست زيرو على زيرو. هنيجي بقى تاني نحط ايبيهات للشبكة بتاعتنا هنا، وليكن مثلا ايه الشبكة دي هنديها 10 200 200 0 سلاش 24، الشبكة اللي هنا دي هنديها مثلا وليكن 100 200 200 0 سلاش 24، الشبكة اللي هنا دي هنديها 172 16 200 0 سلاش 24، الشبكة اللي هنا دي هندي لها 192 168 150 0 سلاش 24،
خلينا الشبكة اللي هنا بقى نديها 62.1.1.1 سلاش 4. خلينا، لا خلينا هنا برايفت عادي، خلينا هناك بابليك بقى. خلينا وليكن مثلا ايه 172 كام 20 18 200 0 18 0 سلاش 24. هنا مثلا 10 18 18 0 سلاش 24. هنا بقى تخلينا الاي بي ده بابليك 62.1.1.1/24. كده الشبكه بتاعتنا كلها كده. هنيجي بقى نعمل ايه، نعمل الكونفيجريشن بتاعتنا. هنا كونفيجريشن كبيره شويه، بس احنا كل ما مدى زي ما قلت لك ايه بنكبر الكونفيجريشن عشان حضرتك تعرف تشتغل كويس. هنيجي هنا على الراوتر ده، هنيجي هنا على كنترول اكسس كنترول ليست، على سي ال اي، ولا اسف كوماند لاين انترفيس. هقول له انيبل كونف تي، هقول له هوست نيم وليكن ار 1، هقول له انترفيس فاست 0/0، هقول له اي بي ادريس 10 200 200 1 255 255 255 0، هقول له نو شت داون عشان افتح الانترفيس، هقول له اكزيت انترفيس سيريال 0/0/0 اي بي ادريس 100 200 200 1 255 255 255 0، هقول له نو شت داون، هقول له كلوك ريت 4 مليون، ماشي كده. هنقول له اكزيت، دي نشغل الدي اتش سي بي اي بي دي اتش سي بي بول وليكن ار 1، نتورك النتورك اللي هتوزع اي بيهات كام 10 200 200 0 255 255 255 0، هقول له ديفولت روت 10، الراوتر بتاعي 200 200 1، الدي ان اس بتاعي كام، هوزع له 4 8، هنا في الرينج، هنا في الرينج، هقول له اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد، ما توزعليش من 10 200 200 1 لحد 10 200 209، وزع من بعد كده على طول، اقول له دو دبليو ار. هنيجي على الراوتر التاني، الراوتر التاني ده طبعا في شبكة تلات كام شبكة، اربع شبكات، هقول له نو انيبل كونف تي، هقول له هوست نيم وليكن ار 2، هقول له انترفيس سيريال 0/0/1، هقول له اي بي ادريس 100 200 202 255 255 255 0، هقول له نو شت داون، فتحت الانترفيس سي دي 0/0/0، دي سيريال زي ما قلت لكم 0/0/0، دي هنقول له ايه، هقول له هنا نو، هقول له سيريال انترفيس سيريال 0/0/0، هو هياخد الاي بي اللي فات ده، ماشي كده، هتقول له نو شت داون، فتحنا الانترفيس، هقول له انترفيس سيريال 0/0/1، ده هنديله اي بي كام؟ اي بي ادريس 172 20 18 1 255 255 255 0، هنقول له نو شت داون، كلوك ريت 4 مليون، هقول له انترفيس فاست 0/0 اللي هو اللي تحت، هقول له ده اللي فوق اللي هو 0/0، هقول له اي بي ادريس
كام؟ 172 16 201 255 255 255 زيرو معرض كده، هنقول له نو شت داون، هيجزت، هقول له انترفيس فاست زيرو على واحد، اي بي ادريس كام ده؟ 192 168 150 واحد 255 255 255 زيرو نو شت داون. تمام كده، هنشغل الدي سي بي على الاتنين دول، هقول له اي بي دي سي بي بول وليكن واحد، نتورك، انت اول نتورك هتوزعها ل 172 16 200 زيرو 255 255 255 زيرو، هتقول الديفولت روت بتاعتها 172 16 16 200 واحد، الدي ان اس بتاعها دي ان اس 4 تسعات، اكزيت، اي بي دي سي بي اكسكلودد ما توزعليش من 172 16 200 واحد لحد 172 16 200 وليكن كام؟ 9. اي بي دي سي بي بول 2 الصبنه الثانيه، هتقول له نتورك، النتورك بتاعتنا كام؟ 192 168 150 0 255 255 255 0، الديفولت رود 192 168 150 1، الدي ان اس هتقول له كام؟ 9 4 وحايد مثلا، اكزيت، هتقول له اي بي دي سي بي اكسكلودد رينج ما توزعليش من 192 168 150 واحد لحد 192 168 150 لحد 150 9. اوعى تنسى دو دبليو ار عشان ايه؟ يسيف الكونفجريشن بتاعتنا. هنروح للراوتر اللي بعد كده، الراوتر ده في تلاتة انترفيس، هنيجي هنا نو انيبل كونفتي هوست نيم ار 3 انترفيس سيريال 0 على 0 على 0 اي بي ادرس 172 20 18 2 255 255 255 زيرو نو شت داون. فتحت الانترفيس، هقول له انترفيس فاست 0 على 0 اي بي ادرس 62 11 11 255 255 255 زيرو نو شت داون، هقول له انترفيس فاست 0 على 1 اي بي ادرس 10 18 18 1 255 255 255 زيرو، هتقول له نو شت داون، مش كده اكزيت، هنقول له اي بي دي اتش بي بول وليكن اي حاجه كام نتورك، هتقول له 10 18 18 0 255 255 255 زيرو، هتقول له الديفولت روت بتاعك 10 18 18 1، هتقول له الدي ان اس بتاعنا 8 8 4 4، هتقول له اكزيت، اي بي دي اتش بي اكسكلودد رينج بتاعك ما توزعليش من 10 18 18 1 ل 10 18 18 17، ما توزعليش كده، وتقول له ايه دو دبليو ار. هنكمل بقى الكونفجريشن بتاعتنا، بص كده على الاجهزه،
وليكن هنا ديسكتوب، هنقول له كده خد اسحب اي بي هات، سحب كده نسحب هنا ده سحب، نشوف هنا ده برضه هيسحب كده. البروجكت ده اللي بيملك الاكسس ليست الاكستندد، واللي بيملك الدي اتش سي بي اهو، دي اتش سي بي ادي ده تفتح بال 150 اهو. شوف دول هنيجي هنا كده ايه، سحب الاي بي بتاعنا. طيب لو انا حبيت بقى تاجي ابنج هنا، لو انا جيت فتحت البنج قلت له بنج 62 واحد واحد 10 مثلا، اللي هو السيرفر بتاعي داش تي، ونخليه يبنج. طبعا هندي اي بي هنا للسيرفر، هنيجي هنا هنقول اي بي كونفج، انت هتاخد 62 واحد واحد 10 على ماسك 24، انت 62 واحد واحد واحد. طيب الراجل ده عرف يبنج كده، ده عرف يبنج. لو قلت له كده بنج 62 واحد 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 حتى على الراوتر، مفيش بنج. ليه مفيش بنج؟ ليه مفيش بنج يا جماعة؟ عشان مفيش راوتنج ما بينهم اصلا. مش لازم دول يبقى فيه راوتنج عشان اقدر اوصل لهناك الاول، لازم يبقى فيه راوتنج بروتوكول. هنيجي مثلا هنا هنقول له ايه، راوتر اي اي جر بي 10 نتورك، وليكن 10 200 200 0، هقول له نتورك 100 200 200 0، وهقول له نو تو سامري. هنيجي على الراوتر اللي بعد كده هقول له هنا راوتر اي اي جر بي 10 نتورك، النتورك بتاعتي اللي هي 100 200 200 0 الجيسنسي اهو، هقول له نتورك 172 16 200 0، نتورك 192 168 150 0، نتورك 172 20 18 0، نو اوتو سامري، ارسل السبنت ماسك، مش كده دو دبليو ار. طيب الراجل ده لسه بيبنج ولا بطل بنج؟ بنج دشتي، لا ما بنكش. ليه؟ ما هوش لسه في راوتنج هنا تاني. الراوتر ده اتعمل عليه راوتنج؟ ما اتعملش عليه راوتنج. هنيجي هنا نقول له راوتر اي اي جر بي 10 نتورك 62 واحد واحد 0، نتورك 10 18 18 0، نتورك 172 20 18 0 adjacency اهو، نو اوتو سامري. كده المفروض البنج يظهر معايا، يطلع البنج دلوقتي. هات الراوتنج تيبل ارجسنسي اهو،
شو اي بي روت جاب 62 اساسا كلها هي. ده لو حبيت ابنك هو بينك 10 200 201 بيرد عليا اهو 10. هروح للجهاز ده واخد كام؟ ماخد 10 10 200 201 10 برضه يرد عليا، بس هو كده انا واصل للراوتر يعني. نوصل لحد هنا. طب لو حبيت من الراوتر نفسه، لو قلت له كده بينج 62.1.1.1 هنوصل لها اهي. الطريق بتاعها مش بينج دي. انترفيس فاست 0/1 نو شوت داون دو بينج 10 200 201 ما شايفه 210 مش هوصل الجهاز ده. طب ده واخد كام؟ 11 ده مبنج بنك 10 200 201 رايح للراوتر بنك 62.1.1.1 بينج 62.1.1.1 وصل للراوتر اهو السيرفر وصل للسيرفر اهو والبنج اشتغل اهو. طيب احنا كده لحد دلوقتي تمام. عايزين بقى تيجي نعمل اكسس ليست بسرعه كده عشان الوقت. لو انا مثلا عايز اخلي الجهاز ده هيبقى ديناي بينج، يعني انا هقفل عليه البينج بس التصفح شغال. الجهاز ده هعمل له ديناي البراوزنج، يعني انا هقفل عليه البراوزنج. الجهاز ده الشبكه دي كلها هعمل لها ديناي انها تطلع انترنت، انها تطلع ايه؟ انترنت. يعني ما تشوفش انترنت خالص. ديناي انترنت. ماشي كده؟ هنيجي بقى تيجي زي ما قلت لك اين توضع الاكسس ليست؟ توضع الاكسس ليست اقرب ما يكون للديستنيشن. توضع الاكسس ليست اقرب ما يكون للديستنيشن. طبعا مش عارف هو الجهاز دي فيها حاجه ولا ايه؟ خليه ياخد ستاتيك ولا ياخد دايناميك تاني. اقرب ما يكون للديستنيشن، يعني هتوضع هنا على فاست 0/0. هنيجي هنا على الراوتر ده هنقول له كده، بص احنا عايزين نبقى البنج مفتوح. ده احنا قلنا هنقفل الانترنت خالص على الشبكه دي. الجهاز ده هنقفل، ده هنقفل عليه البنج. يعني هو كده مبني، اقول له كده بنج داش تي على كام؟ على 62.1.1.10. اللي يا جماعه استاذنكم بس ايه اللي فاتح المايك عشان في اغاني شغاله، موسيقى شغاله.
هنيجي هنا هقول له اكزيت، هقول له اكسس ليست وليكن ايه 105، صح كده؟ طيب بص كده، لو انا ادوس كويشن مارك حضرتك هتعمل ديناي ولا بيرميت؟ هقول له ديناي. ديناي. طيب اول حاجه هنمنع الشبكه كلها اللي هي 10 200 200، بس اهم حاجه تقول له ايه ديناي اي بي. هنا بقى بيقول لك اما تعمل تي سي بي، بص انت هتعمل ديناي تي سي بي ولا اي بي ولا اي سي ام بي ولا اي اجر بي ولا ايه بالظبط؟ انا هقول له هنا اي بي، يعني امنعها كلها. انا شبكه اللي هي 10 200 200 0 وايت كارد ماسك كذا، ان هي تروح للشبكه للهوست اللي هو كام؟ 62 1 1 10 اللي هو الانترنت، ايكوال ايكوال 80. هنا ان انت تمنع ده خالص، اهو امنع الشبكه دي ان تعمل مع ده خالص. قلنا هنمنع الاي بي بقى، هنمنع الاي بي ده ان هو يعمل بينج اللي هو كام ده؟ ده اي بي كام؟ 172.16.210. بص على البينج 172 يبقى اكسس ليست 105 ديناي اي سي ام بي الهوست اللي هو 172 كم هو؟ 20 200 ولا 18 200؟ 172.16.200 16 210، تمام كده؟ ان هي تروح تبنج على الهوست اللي هو 62.11.10 ايكو. ايكو يعني بينج، تمام كده؟ وقلنا هنمنع الجهاز ده ان هو يطلع انترنت، انه يعمل براوزنج. يبقى هنيجي هنا الجهاز ده واخد اي بي كام؟ 192 168 150 11. يبقى احنا هنيجي نقول له هنا اكسس ليست 150 ديناي تي سي بي هوست 192 168 150 11 ان هو يعمل هوست على 62 واحد واحد عشرة ايكوال 80. بعد كده هتقول له اكسس ليست 150 بيرميت اني تي سي بي اني. بعد كده هتقول له كده انترفيس فاست 0 على 0 اي بي اكسس جروب 150 اوت. طيب الراجل ده شايفين البنج؟ البنج وقف اهو. طيب هنا ده سامع صوتك؟ البنج واقف اهو. طيب هنا بقى لو انا جيت على الراجل ده فتحت البراوزر 62 واحد واحد عشر مفيش براوزر اهو. طيب في بنج، بص كده على البنج بنج قفله برضه. طيب احنا هنا دي برضو فيها تعديل زي ما قلت لك ان فيها دي ممكن اخش اعدل فيها. طيب الشبكه دي كلها هتنفع تروح تكلم هناك؟ مفيش، لا ما تنفع، مفيش تكلمها خالص. بص كده
اهو 62 واحد واحد 10. فيش براوزر خالص، فيش براوزنج خالص. دي قصة الاكسس ليست الاكستندد، ان هي تقفل لي بروتوكول واحد بس او اي بي واحد بس او بورت واحد بس. حد عنده سؤال؟ لا شكرا، كل شيء واضح الحمد لله.